نربط ما بين السبورت والفن. ميولك تشجيع بدور المحلي؟ نعم نعم، تشجيع يعني قوة جوية. شو نشوف هذا الموسم؟ نشوف الفريق والله هي المنافسة قوية على الدوري بصراحة، بس أملنا بهم كبير. يعني الفريق مطلوب منه بهاي الفترة، مطلوب يقدم بصراحة. يعني نشوف أفضل لاعب سوبر في القوة الجوية. بايش يعني كلهم أصدقائي وغالين عليه، بس بايش بهذه السنة على مستوى كأس الخليج والدوري مميز جدا. تحس ظلم بهذه العقوبة السنة؟ والله إن شاء الله الاتحاد يعني تراجع موضوعه بصراحة. إحنا بمس الحاجة لبايش بهذا الموسم. من برأيك؟